طبعا كلنا سامعين عن التغيرات اللي بتحدث في المملكه العربيه السعوديه مؤخرا، خاصه فيما يتعلق بالقطاع الترفيهي ومحاوله الانفتاح الكبيره اللي بتقوم بها المملكه. مؤخرا برضو اعلنت الهيئه الترفيه المملكه اللي هي ايضا هيئه جديده، خلينا نقول البدء في انشاء اول دار اوبرا في تاريخ المملكه. صرح كمان رئيس الهيئه العامه للترفيه احمد بن عقيل الخطيب في مؤتمر صحفي بان مشروع بناء دار الاوبرا في المملكه هو من ضمن المشاريع المرتبطه بقطاع الترفيه، وقال انه في خلال العشر سنوات القادمه هيكون في استثمارات في قطاع الترفيه او في هيئه الترفيه بتقوم بيها بمبلغ 240 مليار ريال في القطاع، بيتم جمعها من الحكومه والقطاع الخاص. كمان الخطيب قال انه القطاع الترفيهي كان سبب في توظيف 17,000 سعودي وسعوديه في السنه اللي فاتت، وانه الهدف هو الوصول لتوظيف 220,000 شخص. يعني خطوه جديده للمملكه العربيه السعوديه طبعا. ضمن خطوات احنا سامعين بقالنا فتره طبعا عن فتح المجال العام شويه، صح. اصبح في مسارح واصبح في كمان عروض للفنانين المصريين هناك، بقى في دور عرض سينمائي بتفتح اهي، بدات السيدات تدخل المدرجات وتتفرج على المباريات. في قرار كمان انه يسمح للسيدات ان هم بالسواقه وغيرها الحقيقه من فنانين كبار دلوقتي من نجوم هوليوود بقى بيروح المملكه يعملوا مؤتمرات صحفيه هناك. فدي خطوات يعني بنحاول نرصدها. عارف حسام، يعني زمان بما اني كنت عايشه في الامارات فكانت اكتر الانشطه الفنيه كانت بتكون موجوده في الخليج، كانت مثلا مسابقات عامله زي شاعر المليون، بكل حد بلد بتطلع شاعر من عندها، الشاعر النبطي بيسموه، عروض من التراث، رقصات من التراث، بس كانت اكتر اقتصارا على الشباب. يعني كان نادرا لما تلاقي دور للمراه فيها، بيكونوا كده خيم كده صغيره حاطينها قديمه يعني بتعبر عن الماضي، وهي بتطرز التطريزات اللي بتكون على الثوب الخليجي الخاص بيها. فكون ان يحصل خطوه تطويريه بان يكون في اوبرا وان هم يعني ينفتح كده العالم على بعض وكده، ما تفضلش السعوديه طول الوقت كانت ليها سماتها الخاصه وشكلها الخاص بعيد عن اللي بيحصل بره في العالم، فدي خطوه بجد كويسه جدا، متاخره جدا ولكن هايله ان يحصل شويه دمج بين السعوديه وبين العالم الخارجي.